تم حلقتنا مبادرة رئيس الوزراء الكاظمي قبل فترة زار أحد المرضى الأطفال في المستشفى وطلب منه الطفل طلب من يمه أن يلتقي بنور صبري، وأيضا تحدث بأنه ذكر للكاظمي بأنه أنت ستخرج في القريب العاجل. اليوم خرج هذا الطفل من المستشفى واستقبل رئيس الوزراء في قصر. خلنا نشاهد. أمس شو محتاج حسوني؟ ما محتاج شي حبيبي؟ بطل أنت، تلعب طوب ولا ما تلعب؟ شو تلعب أكثر شي؟ ها؟ ما بدي. يلا حسوني، مرة ثانية أجي إن شاء الله ما أشوفك، أشوفك بالبيت قاعد. مصطفى الكاظمي، أنا محارب السرطان حسين علاء، أنت زرتني في المستشفى، هسا أنا أتمنى أشوفك. هلا، شلونك؟ شلون صحتك؟ هاي شنو هذا ما في بس أنت أحلى من عندك. شلونك؟ شعر والله هناك ضم توصل ايش وزراء هناك قوي. شلونك حبيبي؟ شلونك؟ شو اسمك انت؟ حسوني والله هنا. كيف الحال؟ صحتك؟ ان شاء الله عزيزي. شلونك اخي؟ شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. الله بخير. مبادرة جميلة جدا، لكن أنا رسالتي للكاظمي، جسمك رياضي وروحك رياضية، ما عليك هسه إلا أن تدعم الشباب حتى تكسب أكبر فئة تكون داعمة لك. أنا أول الداعمين لك إذا كنت أنت داعم لهذه الفئة المظلومة، فئة الشباب. هذا لساني ولسان حال كل شاب عراقي.